انتصار مهم وانتصارات الاخيره، واخا كان عندنا خصاص في المدرب ان كيدير بغي المدرب مساعد موسانضا، مي النتيجه مزيانه وهاد اربعه الماتشات ولا ثلاثه الماتشات الاخرين كانوا مزيانين، يعني نتائج ايجابيه، تعادل وشي ثلاثه انتصارات على ما اظن، وهذا الشيء كيزكي باش نمشيو في العصبه مزيان ان شاء الله. المقابله عشنا بالضغط ديالنا، حيت شي من الفرق الكبار اللي كانت الاصل تتلعب مع الوداد، كل ماتش فهمتيني مزيانين والحمد لله على الرباح. مصندا المهام ديالو كمدرب، ولكن عارف المدرب ديال الوداد هو البنزرتي، ولكن احسن ادجوان اللي يكون البنزرتي هو مصندا. مصندا تيبان قتاليه سميتو، تيفكرك في الدراري اللي لعبوا معاه فهمتيني، بحال تيفكرني في ابرامي، فخر الدين، لا كرينطا اللي عنده، بحال لا هما واقفين، انا تنشوف فيهم مصندا واقف بحال لا واقف فخر الدين، بحال لا واقف ابرامي، بحال لا واقف رشيد الداودي فهمتيني، في ذاك لا كرينطا. شوف الماتش ديال الزمالك في الروتور، انا تما قلت هذا ما كرهتوش يكون يمشي يقرا ويدير مدرب. يعني المقابله كانت تكتيكيه ما بين الفريقين، يعني كانت نديه وسط الملعب. بالنسبه للوداد كان خاصنا ضروري ثلاثه نقاط باش نحتلوا الصداره، عندنا مازال جوج مقابلات مؤجلين، كنتمنوا ننتصروا فيهم ان شاء الله باش نحققوا البطوله 20 اللي الوداد طامح باش انه يفوز بها، وعندنا العصبه السيمانه الجايه باش ندخلوا، يعني المورال يكون مزيان عند الدراري مع وجود البنزرتي اللي الان نورمالمون غيكون السيمانه الجايه في البونتوج، والوداد راه الحمد لله راه في الطريق الصحيح، خاص يحيدوا منها شي مشوشين اللي دايرين البلبله في فريق الوداد البيضاوي، والامور غدا مزيان ان شاء الله باش يحققوا المراد ديالهم اللي هو البطوله 20 وعصبه الابطال. والماتش كان صعيب شويه لان الجيش عنده مشاكل وثلاثه الخسران التابعين وغتزيد الرابع، فكان صعيب على الوداد الماتش، ولكن الهدف حرر اللاعبين وتنتمناو للوداد مستقبل جيد.